الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج اكسترا تايم. مواضيع رياضيه شيقه ومنوعه ومهمه راح نناقشها بحلقتنا لهي الليله. مساء الخير شباب. مساء الخير فرح. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا. اخر المستجدات المتعلقه بمباراه الوحدات والفيصلي بالتفصيل راح تكون بحلقتنا هذه الليله. يسعد مساك فراس وفرح، يسعد مسا كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا وعم بتابعونا. بكل تأكيد إن شاء الله كل الأمور تكون بألف خير، والأخبار الحلوة اللي عم نسمعها والقمة الكبيرة التي ستجمع يوم غدا الوحدات والفيصلي ستكون حاضرة وبقوة ومحور حديثنا لهذه الليلة. بكل تأكيد كل الشكر لكل الناس اللي معنا على المتابعة. هذا الحديث شيق وإن شاء الله المليء بالمعلومات وأيضا المليء بالتحليل والأخبار سيكون مع أستاذنا الكبير الصحفي القدير والمحلل الرياضي الرائع الكابتن مفيد حسوني. يسعد هالمساء كابتن. مساء الخير. مساء الخير للجروب الجديد اللي عم نشوفه بكسترا تايم. إن شاء الله بتشكل إضافة مهمة للإعلام الرياضي الأردني. إن شاء الله كابتن طولت الغيبة علينا والله. الله يبارك فيك. نورتنا. إذن وقت توقيته. طبعا كابتن، إذن الحديث اليوم زي ما حكينا آخر الأخبار اللي بتحكي عن عودة نادي الوحدات، عن قرار التعليق المشاركة في بطولة الدرع وخوض لقاء الغد أمام الفيصلي. هذا اللقاء نتمنى يكون مليان بالود والحب وأيضا أنه يسير على خير ما يرام ويعكس صورة جميلة ورائعة تليق بسمعة كرة القدم الأردنية وأيضا المدرجات أن تكون ممتلئة بجماهير الفريقين. مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر. طبعا هذا الكلام راح يكون معنا اليوم في إكسترا تايم، وأيضا شو بدنا أحلى من هيك ليلة خصوصا يوم عيد ميلاد فرح. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير طارق. إن شاء الله كل أيام فرح. تسلم تسلم يا رب. كل عام بخير. الله يخليك أستاذ. أنا كل عام بخير. نسي ولا إله علاقة بالموضوع. أنت بألف خير يا رب. فجأت يعني الدولة. جبنا كيك واحتفلنا. حسيت إنه ما بعرف يعني. تفاجأ أكثر مني بالموضوع اليوم. كان غريب موضوع. على كل حال إن شاء الله عقبال مليون سنة وإحنا مبسوطين فيك فرح، وإن شاء الله دائما أمورك تكون بألف خير. أستاذ مفيد راح نحكي عن كل المواضيع، لكن خلينا نروح للتقرير اللي بيحكي عن طبعا آخر الأمور وبنرجع نشوف تقرير ونرجع. حسم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين أجدد حول إقامة لقاء دور نصف النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، حيث قدم سموه ضمانات للوحدات للعدول عن قرار مقاطعة بطولة درع الاتحاد ومشاركة الفريق غدا في لقاء النصف النهائي للبطولة ومواجهة نادي الفيصلي في لقاء سيستضيفه ملعب الأمير محمد في الزرقاء. وكان الوحدات قد أعلن مقاطعته لبطولة الدرع بعد الأحداث الأخيرة التي رافقت لقاءه أمام الرمثة في ختام الدور الأول من البطولة، ويطالب الفريق بضمانات بألا تتكرر مثل تلك الحوادث في لقاءات قادمة مع جماهير الفريق. طبعا أستاذ مفيد، قبل ما نبلش بأي شيء، سمو الأمير علي ينهي الجدل وتعود المياه كما كانت، وأيضا الأمور إن شاء الله راح تكون بأفضل حال. فكلامك طبعا. بكل تأكيد اليوم يعني مجرد وصول سمو الأمير علي لمقر الاتحاد استبشرنا خير، وكل منظومة كرة القدم الأردنية استبشرت خير، لأنه ما وصلنا إليه مع كل أسف كان يتطلب حكمة، وكنا مراهن على الحكمة سمو الأمير علي والتوقيت اللي كان فيه موجود اليوم سمو الأمير في الاتحاد، ومن ثم بعد ذلك مبادرة سمو الأمير علي وتواضعه الجم وحرصه على منظومة كرة القدم الأردنية بأنه يقوم باتصالات هاتفية مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع مجلس إدارة نادي الوحدات. فكل هاي مبادرات بتنم عن حرص سمو الأمير علي أنه منظومة كرة القدم الأردنية في اتجاه الصحيح إن شاء الله. فأزالت كل يعني الثلوج اللي كانت يعني موجودة بخلال الأيام والشد اللي صار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبين جمهور القطبين وإدارة نادي الوحدات والاتحاد واللي كل اللي صار.
لكن انا بنفس الوقت يعني مش لان موجود برؤيه، يعني انا تابعت رؤيه بالفتره الماضيه، يعني بهنيها على مهنتها لاستضافه كل الاركان الموجوده خاصه شهاده نعتز فيها استاذ طبعا عيسى بيك علاونه، وكان وضوح وشفافيه بالحوار وحتى بال ما تفضل فيه عيسى بيك علاونه عمور الدرك والمظله الامنيه للملاعب كره القدم الاردنيه. فلذلك ان شاء الله احنا بكره متفائل خير، يعني هاي فرصة كبيرة جدا او يعني مبادرة سمو الامير علي، احنا متأكدين انه كل اركان كرة القدم الاردنية في كلاسيكو كرة القدم الاردنية الفيصل للوحدات يوم غدا الجمعة، ان شاء الله احنا بنراهن على جمهورنا وعيه وادراكه التام معنا تدخل سمو الامير علي بتوقيت مناسب، ومعنا احنا بايام فضيلة، هاي الايام اللي بتسبق ايام عيد الاضحى المبارك، كنا ان شاء الله بكرة بنكون في الملعب يد واحدة، وان شاء الله انه المباراة الكلاسيكو بتكون يعني صورة حضارية قبل أيام قليلة من استضافة الأردن لحدث كبير على مستوى الشرق الأوسط لاستضافة نهائي كأس العالم للسيدات. طيب أستاذ مفيد، إذا هو درس للجميع يجب أن الكل يتعلم منه بموضوع التعامل، إدارة الأزمات، العديد من الأمور اللي يعني تفرعت من كل الجهات، راح أسمع طبعا وجهة نظرك فيها، لكن الدكتور بشار الحوامدي نائب رئيس نادي الوحدات وعضو مجلس الإدارة عبر الهاتف، يسعد مساك دكتور. يسعد مساك، يعطيك العافية، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. الله يعطيك العافية، تمشي تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يستاهل الحمد. طبعا أخبار سعيدة للرياضة الأردنية بعودة المياه إلى مجاريها، وأيضا رجوع نادي الوحدات للمشاركة في بطولة الدرع ومواجهة الفيصلي يوم غدا. يا ريت تحطنا بتفاصيل كل إشي صار معاكم خلال اتصالات سمو الأمير علي، وأيضا حل الموضوع وما وصلت إليه إدارة الوحدات من طلبات. طبعا يا سيدي بعد كلام سمو الأمير علي وهو أمير المحبوب أمير الرياضة ما في كلام، تم الاتصال مع أعضاء مجلس إدارة الوحدات بشكل شخصي من سمو الأمير، تعهده بشكل مباشر بحماية الجمعية الأردنية وعلى رأسها جمهور نادي الوحدات، كان له الأثر كبير على أعضاء مجلس إدارة واتصال يقدر ويحترم، بصراحة وبكل أمانة لا يمكن رد سمو الأمير علي بطلبه بالعودة إلى المباراة ولعبها بطريقة جيدة تليق بسمعة كرة القدم الأردنية والوحدات بشكل خاص. الحمد لله رب العالمين، كان في إجماع تقريبا من كل أعضاء مجلس الإدارة بلعب المباراة وعدم الالتزام بالقرار السابق وهو الانسحاب من المباراة. نعم دكتور، طبعا احنا بنعرف حملة جماهير نادي الوحدات قبل فترة عن مقاطعة المدرجات واللي تحدثنا عليها كثيرا في الإعلام، الآن الوحدات تعاد، هل فتحت إدارة الوحدات قنوات الاتصال مع الجماهير حتى تكون يوم غد في المباراة كما عودتنا خلف فريقها وين ما كان؟ جماهير نادي الوحدات جماهير وفية، جماهير محبة للفريق، جماهير محبة لكرة القدم الأردنية، وبشهادة سمو الأمير علي سابقا جماهير الوحدات من أفضل جماهير الأردنية وهي أيقونة التشجيع الأردني. طبعا قرار المقاطعة في البداية كان حق لجماهير الوحدات، وهم يعني شعروا بالظلم من جراء معاملة الدرك، مع أنه عشان نعرف أنه معظم الدرك بيعاملهم بطريقة جيدة، لكن بتصير أخطاء في كل الأطراف سواء كان بالاتحاد ولا الجماهير ولا الدرك، هاي الأخطاء يجب تداركها والعقلاء هم اللي بياخذوا قرارات حاسمه في الوقت المناسب، واحنا هاي دعوه منا لجماهير الوحدات انه يكونوا دائما خلف الفريق كما عودونا دائما، واحنا دائما نوقف معهم لانهم فعليا بحسوا بالظلم، والحمد لله رب العالمين اليوم سمو الامير علي خالف كلمته وكان خطاب جماهير الوحدات ورجع الحق لاصحابه، واحنا الحمد لله يعني عندنا شعور بالراحه بيلعب المباراة القادمة. نعم دكتور، أخيرا تحضيرات الفريق للقاء، سمعنا أن الفريق دخل في معسكر مغلق، تحضيرات الإدارة أيضا لدفع الفريق نفسيا ومعنويا قبل هذا اللقاء. أكيد إحنا في بداية الأزمة يعني تعاملنا كإدارة وحدات بطريقة مختلفة، أشرفنا الجماهير في القرار، أبعدنا الفريق كرة القدم عن المشاكل اللي ممكن تحصل جراء هذه المباراة، الفريق تدرب بشكل اعتيادي وهو جاهز لخوض المباراه بشكل جيد. الكابتن عدنان حمد كلنا ثقه فيه، ان شاء الله الوحدات بتحكي كلمه بكره في المباراه، واحنا دائما تعودنا انه المواضيع الاداريه بعيده كل البعد عن التحضيرات والجهاز الفني والاداري
وان شاء الله رب العالمين بيكون الفوز حليفنا وبيكون هدية لجمهورنا تستاهل كل الاحترام والمحبة. دكتور بشار الحوامد، كل الشكر لك طبعا على تواصلك الدائم معنا، وأيضا نحن نقلنا الخبر الرسمي بعودة الوحدات وأيضا عبر إكسترا تايم الآن رسميا من الدكتور بشار الحوامد نائب رئيس النادي وأيضا نعم وعضو مجلس إدارة نادي الوحدات، تحدث بصراحة وأيضا بشكل رسمي عن عودة الفريق لخوض اللقاء المرتقب أمام الفيصلي يوم غد في بطولة الدرع. أستاذ مفيد، طبعا سمعت كلام الدكتور بشار، أول شيء تعليقك عليه بعدين نرجع للسؤال اللي كنا نحكي فيه عن إدارة الأزمات اللي صارت مؤخرا وأيضا الأخطاء التي وقعنا فيها والتي يجب أن نتعلم منها كمحبين للرياضة الأردنية. يعني بالبداية الدكتور بشار يعني جوابه راقي جدا، جوابه بنم على مسؤولية، روح المسؤولية اللي بتمتع فيها إدارة الوحدات كمنظومة متكاملة بكل تأكيد، الاستجابة الفورية بكل تأكيد لسمو الأمير. يعني احنا كل منظومة كرة القدم الأردنية دائما يعني عندها تدخل سمو الأمير في توقيت بكون كتير مناسب، فالكل بيعطيه الأريحية وبيعطيه الاندفاع وبيعطيه الحماس إن شاء الله. وزي ما حكى الدكتور اليوم الوحدات جاهزين وايضا الفيصل برضه جاهزين، فريقين ان شاء الله بكره بقدمونا كره قدم اردنيه ان شاء الله. احنا طبعا عارفين احنا لسه بدايه موسم، لسه الفرق كلها بشكل عام ما نضجت بالنضوج الكامل. احنا نكون منطقيين برضه واقعيين، بطوله الدرع وجدت لتكون اعداد للانديه اكثر ما انها قياس لنتائج او لبطوله او للقب. يعني سواء الفيصل الوحدات، الوحدات استفاد من بطوله الدرع بكل تاكيد، لعب مباريات على مستوى عالي مع الرمثا مع الاهلي مع شباب الاردن، بكره مع الفيصلي، فمباريات بالحجم هذا راح تعطيه قوه وراح تعطيه اكتشاف لمواطن قوه وضعف الفريق للموسم الجديد. ايضا الفيصل لعب مباريات قويه ووجود فريق زي سحاب ايضا وشباب الاردن بالدور قبل النهائي كلها بيعطي البطوله بكل تاكيد قوه واندفاع. يمكن احنا نعود الى بدايه الازمه، يمكن احنا ما كنا نتمنى ان تصل الامور لهيك وما كانت ممكن ان تصل لهي المرحله لولا شويه. يعني احنا مش كل شيء اليوم بالاتحاد او بين الاتحاد والانديه مفروض يكون في انفتاح اكثر. احنا تعودنا، انا كنت موجود بالاتحاد طبعا، انا واحد من اسره الاتحاد وبتشرف اني اكون من اسره الاتحاد، انه مش كل شيء اليوم بالمراسلات، يعني مش كل شيء بالورق بتنحل مشاكل. احنا مفروض نكون منفتحين على بعضنا اكثر. اليوم الورق هذا هو اثبات، ما في شك، وثيقه ما بنحكي عنها لا، لكن لما تصل الامور الحوار على الورق بس ما راح نصل للنتيجة، يجب أن يكون الحوار مواجهة مباشرة. دائما سمو الأمير عليه بكل جلساته مع الأندية ومع الإعلام هاي أنه باب الاتحاد مفتوح للجميع، والاتحاد على مسافة واحدة من كل الأندية. اليوم وحدات، فيصل، رمتة، سحاب، كل أندية البلد أي مشكلة بواجهها، أنا بفترض بالاتحاد بنوع من الحكمة أنه من واجبه أنه يكون على اتصال دائم مع الأندية بالحوار مباشر بدون ورق ولا بدون خطابات ولا مراسلات ولا شو كتبت ولا شو كتب لي. يمكن هذا الحوار بكون أكثر وصول. يمكن أنا بعتب شوي ومش بعتب، يعني أنا بجد إنه من وجهة نظر الشخصية إنه بداية الأزمة هي مش بس المباراة بسيرها الطبيعي، ما في أي عليها مشكلة تحكيميا تنظيميا، ما بدي أجيب الجانب هذا، لكن أنا كنت أتمنى أو يعني إنه بعد نهاية المباراة ما يصير في مؤتمر صحفي. المؤتمر الصحفي أنا وجهة نظر الشخصية هو اللي سبب بشوية إشكاليات أو فتح أمور إحنا كنا بعد عنها. يمكن الوحدات وجدوا بالمؤتمر الصحفي إنه ما كان في حيادية وإنه كل الأمور، بس إنه الوحدات هم عليهم كل الأسباب وكل المتطلبات. لكن إحنا شفنا التناقض بين المؤتمر الصحفي وقرارات اللجنة التأديبية، في تناقض كبير جدا. في الوقت اللي كان فيه وضوح عرض أشرطة تسجيلية على مثلا على قضية حسن عبد الفتاح ما وجدنا عقوبة، على رئيس نادي الوحدات انه وين راح ما كان في عقوبة، انه نادي جمهور الرمثا انه ما عليه اي مشكلة صار في عقوبة. يعني في امور كان في تناقض كبير. هلا هاي سلاح ذو حدين، انا بقول انه كاتحاد والله احنا عندنا شفية وضوح، اللي احنا ما بنقدر نأثر على اللجان عندها استقلالية، فاللجنة التأديبية اخذت قراراتها بعيدا عن ما دار بالمؤتمر الصحفي. لكن المؤتمر الصحفي خلى الناس تجتهد بتفسيرات، وخلى الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تقيل اتهامات وتقيل، وصار في شد من جانب المؤتمر الصحفي. انا وجهة نظري الشخصية ما بدأ حتى الوحدات علق مشاركته على ضوء ما تم بالمؤتمر الصحفي. فانا وجهة نظري الشخصية انه المؤتمر الصحفي، يعني انا اليوم الامانة العامة مش دوري اني اجمع كل الوثائق وكل الادلة بتعلق في المباراة واقدمها للجنة التأديبية، مش انا اسوي المؤتمر الصحفي افضل للناس شو اللي صار في المباراة.
انا من وجهه نظري الشخصيه انا هيك فهمت بالاتحاد من السنوات اللي عملت فيها انه هذا مش دور الامانه العامه، هذا دور اللجنه التاديبيه. انا دور كالامانه العامه اجمع كل الادله الموجوده في اي مباراه فيها اي مشكله اضعها بكل حياديه امام اللجنه التاديبيه وتتخذ قراراتها حسب ما صار بالاخير. والدليل على ذلك زي ما حكيت انه صار في تناقض بين ما دار بالمؤتمر الصحفي وبين القرارات اللي اتخذتها اللجنه التاديبيه. فهذا درس انه كنا ما في حوار على الورق، لا أندية كبيرة بحجم الوحدات فيصل رمتها سحاب حتى كل أندية ما بصير إنه بس على الورق، لازم يكون في حوار مباشر. اليوم بالعكس إحنا بقدر كتير وبثمن كتير مبادرة السيد سيزر أول ما استلم الأمانة العامة إنه بادر بجولة للأندية ميدانية، يعني راح على رمتها راح على الكرك راح، هذا كانت مبادرة طيبة جدا. طب أنت اليوم لما صار عندك مشكلة على الورق، لا على الورق ما بتنحل، اكيد ما راح تنحل ولا حتى بيانات، مستحيل يعني مش هيك حلها. بالعكس الحكمه انك بدون ورق، الحكمه انك تجيب الناس تقعد معهم شو طلباتك وشو كذا ماشي، شو ممكن يتطبق شو ممكن لا يطبق، هذا لا بتعارض مع الانظمه. احنا كنا مع الانظمه كنا مع التعليمات ونحترمها ونقدرها، لانه اصلا تعليمات الاتحاد لما تصدر قبل ما تصدر بتروح على الانديه كلها خلاص وافقت عليها الاتحاد ما عنده مشكله. وبعدين من التناقض الاخر ايضا انه يعني تعليمات الاتحاد موجوده فيها نص بطوله الدرع موجوده كلها بتتعلق بالمسابقات، بينما باللجنه التاديبيه العقوبات اللائحه المفصوله عنها تماما اللي هي لائحه العقوبات ما في اي شيء عند بطوله الدرع. طب انت افرض جدلا زي ما صار اليوم لو الوحدات فيما لا سمح الله ضلوا ماشي في قراره انه انسحب، شو العقوبات؟ ما في ولا اي نص بطوله الدرع. ففي شويه تناقضات محتاجه اليوم سمو الامير علي بن حسين وصوله بالاتحاد وجوده بالاتحاد وما تحدث فيه بالاتحاد، انا متاكد اليوم سمو الامير علي سيبقى على تواصل اكثر مما قبل وسيكون موجود بالاتحاد اكثر من قبل وسيكون متابع لكل هموم كره القدم زي ما هو كان متابع اولا، لكن هو عنده الهم الاول والاخير دائما المنتخبات. اليوم راح يصير منتخبات والانديه لانه الدنيا لازم تمشي بطريقه صحيحه وطريقه سليمه. وزي ما تفضلت اخي طارق هذا درس ان كل منظومه كره القدم الاردنيه، انا مش ما بهدف ان انتقد الامانه العامه ولا بهدف ان انتقد اي جهه ثانيه، لكن انا حسب ما رؤيتي من اللي صار الامور بلشت من عند المؤتمر الصحفي. نعم. اللي الوحدات نفسهم شافوا حالهم انه هم انحطوا في مكان شوي صعب لهم، فصارت ردة الفعل وصارت البيانات تطلع وصارت التعليق وصارت الناس تجتهد بالتفسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. والاعلام والى اخره. نعم استاذ مفيد رح نواصل حديثنا عن هاي المواضيع، لكن فرح محضرت لنا شغلات حلوه طبعا وجديدة. يعني محضره شيء كلنا عم نستناه، كلنا بنعرف انه بنهايه الشهر الحالي الجميع بانتظار انطلاق حدث عالمي ومهم جدا من قلب الاردن وهو انطلاق كاس العالم للشابات. عشان هيك احنا اعتبارا من هاي الحلقه برنامج اكسترا تايم شفنا ولقينا المناسب لجمهورنا ومتابعينا عشان نعرفهم اكثر بنشميات منتخبنا الوطني اللي راح يشاركوا بهاي البطوله، واعتبارا من اليوم راح نحكي عن كل وحده فيهم لنهايه كاس العالم. اليوم راح نبلش مع اللاعبه جويل سروجي، راح نحكي عنها بالتقرير التالي وراجعين. بحياتي ما توقعت أوصل للمحل اللي أنا فيه هلا. بالمدرسة كنت بلعب أكثر من رياضة، بالفوتبول ما كنت مخديتها بكتير جدية. كوتش المدرسة أكثر مرة حكالي أجي أعمل تراي أوت للمنتخب، بس ما عمري رحت لأني بفضل رياضة تانية اللي هي كرة السلة. بس مرة كان عندنا جيم مع المدرسة وإجا كوتش ماهر وحكالي أروح أجرب لمنتخب كأس العالم. وقتها تحمست أروح مشان كأس العالم حدث تاريخي رح يصير بالأردن، فرح يكون إشي كتير حلو لو أنا كنت جزء منه. أهلي هم اللي شجعوني أجي على الفوتبول من أولي، أنا ما كنت كتير مقتنعة أجي، بس هم من كتر إنه ما شجعوني حكولي قدي إشي مهم وحلو هم بلشت فوتبول. أول تدريب رحت عليه أول ما رحت كتير كنت خايفة ومتوترة لأنه يعني تجربة جديدة بالنسبة لإلي، بس كل ما مر الوقت صرت صحبة مع البنات لأنهم كتير مناح وهيك وعن جد صاروا زي عيلتي الثانية. بالنسبة للتدريبات يعني عم نتدرب تدريبات كتير مكثفة، فأظن تحضيراتنا كأس العالم كتير منيحة، إحنا جاهزين لهاي التحدي. يعني اكيد مستمتعين بهاي الفقره هاي الجديده اللي حتعطيني اياها ان شاء الله ابتداء من هاي اليوم. راح يكون في عندنا كل يوم نجمتين على المنتخب الوطني، راح نحكي عنهم اكثر نعرفكم عنهم اكثر ونشوف هالفريق اللي نستنى منه كثير في هاي البطوله، وان شاء الله يعني بيكونوا قد هالنجميات. الان خلينا نطلع مع فاصل قصير نرجع لكم.
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ومكملين معكم فقراتنا باكسترا تايم لليوم. جماهيرنا الاردنيه غدا على موعد مع قمه الاثاره كلاسيكو الاردن بين الفيصلي والوحدات. خلينا نشوف تقرير عن الاوراق الفنيه للفريقين وراجعين. لقاء كلاسيكي يجمع بين قطبي الكره الاردنيه الفيصلي والوحدات في نصف نهائي بطولة درع الاتحاد أولى بطولات الموسم الجديد. لقاء جماهيري منتظر كما جرت العادة بين الفريقين. الفيصلي بطل النسخة الأخيرة في عام 2011 تصدر المجموعة الأولى بجدارة واستحقاق. كتيبة ثائر جسام ستعتمد على تألق حارسها معتز ياسين وجنود خط الدفاع المتميز، حيث لم تتلقى شباك ياسين أي هدف في البطولة حتى الآن، فيما تناط الأدوار الهجومية للنجوم بهاء عبد الرحمن ومهدي علامة وخليل بني عطية. من جهته حل الوحدات في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف شباب الأردن المتصدر. فريق المدرب العراقي عدنان حمد يتسلح بقوة هجومية فتاكة، حيث يعتبر هجوم الأخضر الأقوى في البطولة رفقة نادي سحاب برصيد 11 هدفاً، بينما يعاني الوحدات من تراجع كبير في خطه الخلفي حيث تلقى الفريق 5 أهداف في 5 مباريات. الوحدات ينتظر من نجومه حسن عبد الفتاح وعبد الله ذيب ومنذر أبو عمارة فك شفرة دفاعات الفيصلي الصعبة. 16 مواجهة سابقة جمعت بين القطبين في بطولة الدرع، حيث انتصر الفيصلي في 8، فيما كانت الغلبة للوحدات ب6 مباريات وحسم التعادل مواجهتين فقط. لقاء منتظر سيحدد أولى أطراف المباراة النهائية من بطولة درع الاتحاد أولى بطولات الموسم الجديد. إذن أستاذ مفيد، من وجهة نظرك الفنية كيف ترى أوراق الفريقين ولمين بترجح الكفة؟ بكل تأكيد يعني احنا لو قست نتائج الفريقين بالدور الأول على أرض الواقع الفيصلي كان نتائجه أفضل وعراس مجموعته. الوحدات أكيد ما كان مستوى مستقر بكل المباريات الخمسة اللي لعبها فصار في المركز الثاني، ومع ذلك قمة قطبين لا تخضع لأي منطق ولا تخضع لأي اعتبارات ولا تخضع، هاي لحالها مباراة يعني كوتتها منفصلة عن كل المقاييس اللي بنحكي فيها، يعني لا تخضع على نتائج الفريقين ولا تخضع على يعني الآن حسب التقرير، والتقرير طبعا دقيق، انه دفاع الفيصلي اقوى وهجوم الوحدات هو الاقوى، تناقض. لكن بكره في الملعب لا، ما له علاقه، راح تكون هالارقام نهائيا، لكن هي ممكن تعطيك مؤشر لكن ما بتعطيك القراءة الفنية الدقيقة. الفريقين لسه عم بثبتوا لعبتهم، تشكيلتهم لسه مش ثابتة. كابتن عدنان حمد يعني هي طبعا قمة أردنية برؤية فنية عراقية، مدربين مدراء فنيين وعراقيين، كل واحد له رؤيته وكل واحد مكشوف للتاني بكل تأكيد، لكن ممكن الوحدات عنده شوية غيابات، إذا تحققت ما بعرف موضوع باسم فتحي يقدر يشارك، احنا طبعا باسمكم جميعا نقول له الله يرحم والدته. صالح راتب موضوع عينه، هل شوفي ولا ما شوفي، المحترف الكرواتي جاهز ولا مش جاهز، يعني لسه في اوراق مش 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 كامله عند الوحدات، وبنفس الوقت الفيصل لسه ما وصل للتشكيله المثاليه. لسه الكابتن ثائر عم بحط لمساته، كان استلم من كابتن جمال ابو عابد، لكن هلا هو بحط شخصيته على الفريق وماشي في المباريات، يعني لغايه الان الفيصل بنتائج ماشي والوحدات بنتائج ماشي الحال، لكن بكره قمتهم منفصله بغض النظر عن اللي كل صار بالايام الماضيه انه فيها تاثير نفسي او ما في. لا قادرين ادارتين الناديين يجهزوا فريقهم بكره المباراه، لانه في عندنا يعني يوم كامل. الوحدات زي ما حكى طارق انه الان هم بمعسكر بفندق، واكيد الفيصل نفس الشيء، والفريقين متحضرين، حتى الفتره الماضيه الوحدات لم ينقل التدريبات وايضا الفيصلي، فعلى ذلك بكره ان شاء الله احنا بنامل انه الاهم من الملعب المدرجات. ان تكون الاوضاع مثاليه طبعاً. احنا ملعب ما بنخاف منه، يعني انا كنا نشتغل بالاتحاد ما كنا نحكي عن الملعب، كنا نحكي عن الجمهور، همنا الاول والاخير بالاتحاد وهم الدنيا كلها سلامه الناس، سلامه الجمهور. اليوم انا امبارح سمعت عيسى بيك علوني موضوع انه الجمهور ما راح يدخل بسياراتهم جوا الملعب، اوكي انا بحترم القرار الامني وبحترم الرؤيه الامنيه، لكن في المقابل هل وفرت البديل؟
هاي الناس وين بدها تصف سياراتها، وبنفس الوقت كيف راح يدخل في مسافات طويله بين خارج حدود مدينه الامير محمد بالزرقاء والملعب، ملعب جوا في مسافات طويله جدا. هل وفرنا لهم إشي للناس هاي أساس ما يصير حتى احتكاك حتى من ناحية الأمنية؟ بكل تأكيد أنا يعني متأكد إنه الاتحاد مع الجهات الأمنية كلها مجتمعة أكيد راح يوفروا هاي البدائل، لكن أنا يعني حبيت إنه بس أنبه إنه إحنا لما نقول لشغلة ممنوع أكيد لازم نوفر لها بديل، لأنه هذا جمهور كلنا حرصنا على إنه يعني أهم إشي كرة قدم حتى شعار الفيفا إنه سلامة الجمهور، فإحنا بكرة أهم إشي عندنا اللي هو المدرجات وليس الأرض الملعب. أرض الملعب إحنا مرهن اللاعبين انضباطهم عالي، هم كلهم رفاق زملاء بمنتخبات الوطنية على الدوام، وعندهم وعي وعندهم إدراك وعندهم نفس احترافي، والجمهور أيضا ذلك. لكن إحنا ممكن شفنا بالفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي شوية استفزازات، يعني هي إيجابية أكثر منها سلبية، لأنها بتسوي بين الجمهور شوية هاي. لكن إحنا إن شاء الله بكرة بالملعب أنا متأكد وبراهن على أن جمهور الفريقين على حد سواء، لأنه نفس الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بآخر من يوم بعد الظهر خاصة بوجود سمو الأمير علي بن حسين وصار فيه شوية تسريبات أن سمو الأمير راح يتدخل في الموضوع، الكل ارتاح، فإن شاء الله بكرة جمهورنا بكون مرتاح زي ما برتاح النادي. نعم، عودة إلى أوراق الفريقين، كما تحدثت أستاذ مفيد عدة دوافع للوحدات، عدة دوافع للفيصل الفيصلي إثبات الذات وأيضا إكمال المسيرة الناجحة إلى الآن للكابتن جسام مع الفريق، وأيضا ربما صنع توليفة تساهم بعودة الفريق لمنصات التتويج، كل هذا الأمر موجود مع الفيصلي، ومؤخرا الاستقرار موجود، ما في مشاكل بالفريق، وأيضا ربما الأوراق جاهزة. على الطرف المقابل تحدث عن عدة إصابات موجودة عند الوحدات، إصابات مع ظروف يعني. نعم، إصابات مع ظروف، أيضا الظروف التي أحاطت بالفريق خلال الفترة الماضية ربما تسبب دافعين هنا للوحدات، إما الدافع الأول نفسي سيء يسبب تراجع للفريق، أو إما دافع قوي تستغله الإدارة أنه اللاعبين يسعون لإرضاء الجماهير وتقديم وجبة كروية دسمة حتى يعيدوا التألق للفريق ويعيدوا الثقة أيضا لجماهير الفريق من التعادل الأخير مع الرمثة اللي كان بمثابة الفوز واللي خلى الفريق أنه يتأهل. طبعا هذا برضو درس للاعبين. اليوم نحن نحكي بنفس احتراف، مفروض اللاعبين دائما بمنأى عن أمور إدارية نهائيا، انت اللاعب لك الملعب والمدرب لك الملعب، وتتدرب وتلعب لغايه ما يجي قرار شو ما كان نوعه بتلتزم فيه، ما جاء قرار انت جاهز لكل الاحتمالات. هذا نفس الاحتراف الموجود بكل الدنيا. المفروض اللاعبين او منظومه فريق كره قدم، لاعبين مدربين اداريين، ما لهم علاقه بالامور الاداريه كيف الدنيا ماشيه، انسحاب تعليق كذا، المفروض يكون جاهز على الدوام. وانا بتصور وجهه نظري الشخصيه انه لاعبين الوحدات نوعيتهم يعني عندهم الوعي هذا والادراك، يمكن صارت عندنا مشاكل سابقه بمباريات زي هيك وصار في تعليقات صار في كذا، لكن اللاعبين انهم بكونوا موجودين، سواء لعبت الفيصل ولعبت الوحدات يعني هي اجواء التنافس موجوده اصلا، سواء مباراه وديه، بطوله وديه، بطوله تنافسيه، شو مكان نوعها، يعني جمهور بيخلق لك هاي المنظومه بتروح عكسيا بصوره ايجابيه على اللاعبين. اللاعبين بينزلوا على الملعب عندهم حماس كبير لإرضاء هاي الجماهير الكبيرة. احنا كنا بنجزم انه اكبر جمهورين موجودين الوحدات والفيصل بكل تأكيد، وليس اقل منهم طبعا الرمتة والان سحاب، لكن احنا اليوم كل كرة قدم أردنية او جمهورها بيعيشوا اجواء مباراة كلاسيكو كرة قدم أردنية، لانه احنا موجودين من سنة 84 الفيصل والوحدات هم بطولة الدوري او بطولات الاتحاد بنسبة 90% استأثروا فيها الفريقين، فلذلك صارت كلاسيكو كرة قدم أردنية. نعم استاذ مفيد، اسلفت بالحديث قبل قليل المواجهة عراقية خاصة بين مدرب الوحدات عدنان حمد وطاهر جسام مدرب الفيصلي، بس كنت حاب اسمع بالتفصيل اكثر شو رايك بهذه المواجهة. والله هي شوف يعني اليوم الجرأة موجودة، يمكن اسلوب شوي الكابتن عدنان حمد، يعني انا من خلال وجودي برضه بالاتحاد كرة قدم كنت قريب منه مع المنتخب الوطني، هو من نوعية الحرص اللي يمكن أحيانا بيكون زاد عن اللزوم بالجوانب الدفاعية كتير بركز عليها، من هيك لغاية الآن الوحدات وحسب ما هم بيحكوا حتى من الناحية الفنية لسه ما عندهمش صانع الألعاب اللي يقدر يعني يمشي الفريق بطريقة أكثر سلاسة، يعني مش غادي يعني يكون حلقة الوصل بين خطوط الفريق الثلاثة. لغاية الآن الوحدات ما أوجدوا يعني تعاقداته كلها
لغايه الان ظلوا يفتقد يعني المباريات الخمسه اللي لعبها تاكد لهم انه المازن بدهم صانع العاب بكل تاكيد. الفيصلي لغايه الان بيبحث عن هداف يعني واحد يجيب يعني يخلص هجماتها ويترجم الهجمات الى اهداف، فلذلك بنلاقي انه اهداف الفيصلي تنوعت بين اكثر من لاعب ما كانت موجوده بلاعب محدد. من هيك لسه الفيصل عم بيبحث عن مهاجم، يعني اليوم احنا سمعنا انه في مهاجم لبناني، ساعة بقول لك لاعب كاميروني، يعني في خيارات لسه لانه صحيح. لسه متاح عندهم اعتقد ل 25 او 22 الشهر الجاري قيد اللاعبين لسه مفتوح ما سكر، ففي خيارات موجوده. فكل هاي بتيجي سواء الكابتن عدنان حمد والكابتن ثائر جسام من رؤيتهم راح يكون لسه في خيارات متاحه قدامهم سواء المباراه بكره او المباراه المقبله. طيب استاذ مفيد، في المحصله النهائيه كيف ترى هذا اللقاء؟ توقعاتك له بدون النتيجه، بدناش نحكي نتيجه، لكن انت نظرتك انا ما يعني هل يعني سيكون الحذر هي السمه البارزه السائده في لا اللقاء مش ام انه راح نشوف مباراه مفتوحه نستمتع فيها ونستمتع انا بتوقع على الجانب الثاني نكون مفتوح لسبب انه المباراه مش ما فيها نقاط يعني يجب ان تنتهي فوز على الفريقين. المبدا الثاني انه بطوله لا تؤهل لشيء بالنهايه يعني. فانت كلاعب مفروض خاصه المدربين عم بيختبروا، انت كلاعب مفروض تقدم كل ما عندك قدام جمهور وتلفزيون واعلام واضواء، لازم تعطي كل شيء عندك مباراه وديه تنافسيه شو ما كانت، انك انت تثبت لجمهورك وتثبت لمدربك انك انت جاهز للبطولتين الاهم الدوري والكاس اللي من بعد نهايه كاس العالم مباشره. على ذلك انا المباراه بتوقع انها تكون مفتوحه اكثر من ما كنا نتوقع، لانه زي ما حكيت لك ما في شيء يمنع الفريقين انهم يفوزوا، وبنفس الوقت الخساره بالنسبه لهم وارده بكل تاكيد، لكن ليس هي نهايه الدنيا، انها بطوله تنشيطيه بكل تاكيد. نعم استاذ مفيد حسوني محللنا الرياضي القدير استاذنا الكبير، انبسطنا بشوفتك اليوم. انا سعيد جدا الف عافيه الزميلين العزيزين كبار ضموا لك طارق وحسيبه واكيد اكيد احنا دائما مبسوطين على تعاونك معنا وايضا ارشاداتك ملاحظاتك كل الشكر لك طبعا صراحه.